على بعد 400 مليون كيلومتر حلقت هذه الطائرة الصغيرة في سماء المريخ للمرة الأخيرة قبل أن يعلن العلماء انتهاء مهمتها إثر انكسار إحدى شفراتها. لقد أثبتت وكالة ناسا مرة أخرى أنه مع العزيمة التي لا هوادة فيها وقوة أفضل العقول الأمريكية فإن كل شيء ممكن، وهذا ما نحاول القيام به في ناسا، جعل المستحيل ممكنا. هدأ الكوكب الأحمر إذن، لكن الكوكب الأزرق لم يهدأ، فها هي وكالة الفضاء الأمريكية تبحث عن متطوعين جدد ليعيشوا عاما كاملا في مكان لا تتعدى مساحته 158 مترا مربعا في محاكاة لتجربة العيش على المريخ في بيئة مطبوعة بالأبعاد الثلاثية بنيت في صحراء تكساس. ولجعل المحاكاة أكثر واقعية، سيواجه الفريق ضغوطاً كمحدودية الموارد والعزلة وإمكان تعطل المعدات. تطلب ناسا من المتقدمين أن يكونوا أصحاء وذوي شهادات علمية أو خبرات عسكرية، بالإضافة لعشرات الاختبارات التي ستؤكد أهليتهم لخوض التجربة الثانية من نوعها. ففي العام الماضي أرسلت ناسا طاقماً من العدد ذاته لإجراء محاكاة ممارسة الزراعة والمشي على المريخ لفهم طبيعة الكوكب ومدى إمكانية إنشاء حياة عليه. يذكر أن ناسا أرسلت عدة مركبات إلى المريخ منذ العام 97 من القرن الماضي للبحث عن آثار حياة وإمكانية إيجاد موطئ قدم للبشر على ذلك الكوكب.